لما بنتكلم عن مشكلة الصلع في العادة بيخطر في بالنا راجل في متوسط العمر بيدور على حل للمشكلة، بس للأسف اللي بتقوله الأرقام غير كده، لأن الصلع الوراثي بيأثر على 30% من الشباب تحت سن الـ30، ودي يعني خلينا نقول إيه نسبة كبيرة قوي. لهيك اليوم رح نخصص حكينا وحديثنا عن الشباب يلي منهم بيكونوا بأوائل العشرينات، حتى الأبحاث بتحكي عن كتير أسباب ممكن هم يتعرضوا لإلها من بينها العامل الوراثي، لكن أكيد في غيرها ممكن من الممارسات، من بعض التصرفات اليومية يلي ممكن تؤدي لهذه الحالة عند الشباب بعمر صغير، مثل وضع مستحضرات الشعر منها الجل مثلا. كتير طبعا هنتكلم اكتر عن مشكله الصلع عند الشباب تحت الـ30، اسبابها، علاجها، مع دكتور مروه البدوي اخصائيه الامراض الجلديه والليزر. يا دكتور اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا. يعني فكره ان الصلع بيجي اصلا، فاحنا محتاجين نفهم بس الناس سريعا كده هو ليه بيحصل. احنا اول حاجه عايزين نبطل نقول كلمه صلع. ما نقول ايه؟ الكلمه دي اتشالت من القواميس الطبيه، اسمها الله. تساقط الشعر. حلو. بس ده في تساقط نوعين قوي من يا دكتور. تساقط الشعر. مفيش كلمه الصلع مش موجوده طبيا اصلا دلوقتي. في ماشي. ميل باترن هير لوس، وفي فيميل باترن هير لوس، ده في تساقط الشعر الكلي، وممكن يبقى تساقط جزئي. التساقط الجزئي زي حالات الثعلبه، وبرضه احنا بنخاف قوي لما نقول ثعلبه، ان هي اماكن من الشعر فرغت. صحيح. الالوبيشيا ارياتا او الثعلبه بتيجي مع الاسترس والضغط النفسي ونقص الفيتامينز والغده الدرقيه. ففتره 2020 لما كنا قاعدين محبوسين في البيوت والناس فقدت شغلها، كتير من الناس حصل له تساقط الشعر اللي هو على شكل ثعلبه، وعلاجها بسيط وسهل وبيرجع الشعر تاني، رغم انه بيكون وقع من مناطق من فروه الراس، من كذا منطقه، لكن ممكن يرجع تاني. طب هذا فيما يتعلق التساقط بالثعلبة، بس كمان التساقط الشعر الكلي خلينا نحكي شو سببه أو ليه بيصير؟ تساقط الشعر الكلي بيبقى له أسباب كتير. أول حاجة السبب الوراثي اللي هو بنقول عليه تساقط الشعر الوراثي، إن في حد في الأسرة اللي من الوالد أو الوالدة، لو ما كانش الخال أو العم، وأحيانا الكازنز، ممكن الوالد والوالدة ما يبقاش فيهم، وممكن تيجي من فرع أبعد من الأسرة، بيحصل التساقط الوراثي. التساقط الوراثي دايما مشهور إن هو بيبدأ من المنطقة الأمامية، المنطقة اللي قدام بتبتدي تخف، في الرجالة بتخف من الجنبين، وفي السيدات بتخف المنطقة كلها. بيكون الشعر من الجهة الخلفية سليم. لكن في مرض تاني يشبه تساقط الشعر الوراثي، يشبه الصلع الوراثي يعني، اسمه تيلوجين افلوبيوم أو تبخر الشعر، اللي بيحصل بعد حالة صحية أو نفسية سيئة. يعني الواحد لو مر بتجربة سيئة سواء صحية أو نفسية، بعديها بيحصل تساقط بنسبة كبيرة جدا للشعر، ممكن تصل إلى 50% من الشعر، وده برضو بيرجع تاني. فتبخر الشعر أو تساقط بعد مرض أو بعد علاج أو بعد حالة نفسية كانت سيئة، أو لا قدر الله فقدان عزيز في الأسرة أو الحاجات زي كده، ممكن تحصل تساقط شعر يشبه تساقط الشعر الوراثي، وبتبقى أكيوت، بتبقى فجأة. بس بتبقى أما مدتها تساقط بتبقى الشعر ايه؟ الوراثي يعني بتبقى مؤقتة ولا ممكن تستمر؟ في اغلب الاحوال بتبقى مؤقته والشعر بيرجع تاني. احنا بنفحص المريض وبنشوف البصيلات، لو البصيلات موجوده يبقى معناها ان الشعر هيرجع تاني، لو البصيلات بدات تموت يبقى بعدها معناها ان المشكله ممكن تبقى دائمه. طب دكتور انت ذكرتي انه ممكن تساقط الشعر الكلي او ما يعرف بما انه بالدارج عندنا بالصلع هو بشكل اساسي عامل وراثي، طب هل ممكن الشخص يصاب فيه حتى لو ما كان في تاريخه الوراثي هذا الشيء؟ بيكون في حد بعيد من الاسره، ممكن ما يكونش في الوالد والوالده، لكن ممكن زي ما اتفقنا يكون في عم او خال او عمه او خاله او جد او جد جد ما شافوش، غالبا بيكون. لو ما فيش فعلا في التاريخ الوراثي للاسره تماما، يبقى ده نوع تاني من التساقط، يبقى مش تساقط الوراثي. عموما احنا بالفحص بنقدر نفرق ما بين تبخر الشعر او التساقط بسبب مرض او التساقط الوراثي، بنقدر نفرقهم من بعض بالفحص. طيب دكتور، يمكن احنا دلوقتي بقينا نشوف طبعا الشباب من اول ما يدوب شعره يكبر شويه بيبتدي السشوار يستخدمه، يستخدم الجل، يستخدم الفرد كمان كتير. صح. يستخدم حاجات كتير قوي بقت موجوده، يعني ما شاء الله بندخل صالون الحلاقه بنلاقي فيه منتجات احنا مش عارفين ولا مصدرها ولا بتعمل ايه ولا الكلام ده، بس بتبقى نصيحه فقط لا غير من الحلاق او حد مجرب. الحاجات دي ممكن تاثر في يوم من الايام على ان يحصل تساقط شعر كلي؟ ممكن
ممكن بعض المستحضرات الكيماويه زي حضرتك ما قلت، بالذات مستحضرات الفرد، اي حاجه بتدي تمليس للشعر بتسبب في تكسر البونز او الروابط اللي ما بين جزيئات الشعر وبعضها، فبيسقط الشعر. لكن غالبا التساقط ده لو حصل تساقط كلي بيرجع الشعر تاني، الا اذا كانت ماده كيميائيه خطره يعني اللي اتعمل بها الفرد، اللي هي ممكن تسبب موت البصيلات. لكن غالبا تكسر الشعر وتساقط الشعر بيحصل بعد الفرد. اما المنتجات زي الكريمات، الواكس، الجل، الحاجات دي بتسبب اكتر قشره او بتسبب اكتر خشونه في الشعر اكتر منها تسبب تساقط. عظيم. طيب دكتور، الى اي مدى فعليا فقر الدم ممكن او مشاكل الغده الدرقيه تلعب دور كبير في انه الصلع او تساقط الشعر الكلي يصير عند الشاب او الصبيه؟ بنسبه كبيره جدا. اغلبيه السكان في منطقه الخليج عندهم نقص فيتامين د، وناس كتير قوي بيعملوا تشيك على الفيتامين د يلاقوا الفيتامين د ناقص. ففيتامين دي، الحديد، الفيريتين اللي هو مخزون الحديد، اذا فيهم نقص بيحصل تساقط في الشعر. واحيانا الشعر هو اللي بيدلنا على ان البيشنت او المريض عنده فيتامين دي ديفيشنسي او ايرن ديفيشنسي، وبنبتدي نعالج الانيميا وبنبتدي نعالج نقص الحديد بعد الشعر، ما بيبقى علامة على الامراض دي. طيب دكتور، الناس اول ما بتسمع يعني صلع وراثي او يعني اي حاجه فيها وراثه خلاص بيقول هو ده نصيبي وبيقبل، لكن هو هل فعلا في نوعيه زيوت معينه بتستعمل ممكن تحل موضوع الصلع الوراثي ده، او حتى علاجات جينيه بقت موجوده دلوقتي؟ ايوه، دلوقتي بقى في علاجات بالفم، سواء علاجات تعطى بالفم او علاجات موضعيه زي لوشن او سيرم او سبراي بتتعطى، وممكن تؤخر او تمنع ظهور الصلع الوراثي. السر في نجاح المنتجات دي او الادويه دي ان نبدا بدري. يعني اذا الشاب ممكن يبدا بدري من سن التينيجرز، من سن المراهقين، من سن المراهقه يبتدي يلاحظ تساقط الشعر، ممكن انه بيبدا العلاج وبيعتبره كعلاج دائم. اذا تركه هيظهر التساقط الوراثي او الصلع الوراثي تاني. فاحنا ممكن نحافظ على البصيلات بتغذيتها، وبندي مالتي فيتامينز، بندي فيتامينز لو ناقص حديد بندي، لو ناقص فيتامين دي بندي. كمان في بعض الحاجات الانتي اندروجين او التابلتس دلوقتي موجوده في الماركت، حاجات يعني بعضها هرموني وبعضها غير هرموني، بتعطي نتائج رائعه. ممتاز. طب دكتور، للاشخاص اللي مش مصابين بالصلع، خلينا نحكي انا اليوم باخذ شاور، عم بمشط بشعري او بسرح بشعري، قد ايه نسبه فعليا تساقط الشعر الطبيعيه، ومتى انا احكي لا هذا التساقط اللي عم بشوفه مو طبيعي ولازم اتوجه للطبيب مباشره؟ سؤال جميل، لأن في ناس أول ما بتشوف الشعر في إيديها أو الشعر واقع في الحوض بيترعبوا وييجوا يقولوا أنا عندي صلع. إحنا طبيعي بيسقط مننا 100 ل 150 شعرة كل يوم، كل يوم. فلو مر يومين ما سرحتش هينزل 300 شعر. فلو ما سرحتش في يوم، نسيت مثلا أو ما افتكرتش وافتكرت اليوم اللي بعديها هلاقيه زاد شوية، هظن إن أنا عندي تساقط. وهو الحكاية إن هو تساقط الشعر، التساقط اليومي مع التسريح اليومي بيظهر. الشعر الطويل بيبان فيه التساقط أكتر، لأن الشعراية طويلة فبيبان الكمية اللي واقعة أكتر. وعموما كل واحد فينا عارف الكمية اللي بتسقط من شعره، لو لقاها زادت على المخدة، في الحوض، في الإيد، في الفرشة، يقدر يعرف ان الكميه دي اكتر من الطبيعي بتاعه، بشرط انه يكون بيسرح كل يوم. طيب دكتور، السؤال اللي يمكن اهم عند ناس كتير قوي واللي بيعانوا من تساقط شعر كلي هو زراعه الشعر هتجيب نتيجه قدام ولا لا، خاصه لو هو عنده وراثيا اصلا الموضوع فيه مشكله؟ زراعه الشعر هي حل للتساقط الوراثي اذا حصل موت في البصيلات الموجوده في المنطقه الاماميه. فبياخدوا بصيلات من المنطقه الخلفيه وبتتزرع في المنطقه الاماميه. بس لو اتاخرنا في زراعه الشعر، يعني زراعه الشعر حتى كمان لازم تتعمل مبكرا، لان لو اتاخر بيبقى كميه الشعر الموجوده لو اتاخر دي لحد امتى يا دكتور؟ عشان احنا قاعدين بنسمع من حضرتك لو اتاخر دي لحد امتى، واللي اتاخر اصلا هيعمل اتأخر ايه؟ يعني المنطقه اللي قدام فقدت من الجنبين تماما، والمنطقه اللي فوق المدوره دي نورت زياده. لا يحلق موز بقى. فدي اتاخر. لو بدا التراجع بسيط من قدام والشعر بس خفيف، يبقى ده جود كانديديت ان هو هيحصل على نتيجه كويسه مع زراعه الشعر. لو بقت منطقه بيضه خالص، لا،
بيبقى علاجها صعب. يعني تمام، تفاصيل كتير بتتعلق بهذا الموضوع فتنا فيها دكتورة مروة. بنشكرك كتير، كنت معنا دكتورة مروة، شكرا شكرا لحضرتك. لك.